هل الطماطم فاكهة أم خضار؟ سؤال يطرح حتى يومنا هذا، تعالوا بنا نتعرف على الإجابة. الطماطم هي ثمار يعتبرها خبراء التغذية من الخضار من الناحية النباتية. الثمرة عبارة عن مبيض أزهار ناضج ويحتوي على بذور. الطماطم والخوخ والكوسة والبطيخ كلها ثمار صالحة للأكل، ولكن نباتات مثل القيقب ونفث الهندباء العائمة هي ثمار أيضا. ولكن السؤال المطروح، فاكهة أم خضار؟ يمكن أن يصلح أيضا لأي خضروات بها بذور. من الناحية التغذوية، يستخدم مصطلح الفاكهة لوصف الفاكهة النباتية الحلوة وذات اللب، ويستخدم مصطلح الخضار للإشارة إلى مجموعة متنوعة من أجزاء النبات التي لا تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز. في العديد من الثقافات تميل الخضار إلى تقديمها كجزء من الطبق الرئيسي أو الجانبي، في حين أن الفواكه الحلوة عادة ما تكون وجبات خفيفة أو حلويات. وبالتالي فإن الجذور والدرنات والسيقان وبراعم الزهور والأوراق وبعض الفواكه النباتية بما في ذلك الفاصوليا الخضراء والقرع وبالطبع الطماطم كلها تعتبر خضروات من قبل خبراء التغذية. لا توجد قاعدة صارمة وسريعة تحدد بوضوح الفاكهة النباتية كخضروات، ولكن نظرا لأن الطماطم لا تستخدم بشكل عام في الحلويات وترتبط ارتباطا وثيقا بالخضروات الأخرى مثل الباذنجان والفلفل فهي ليست كذلك، ولكن من المنطقي جدا أن يتم تصنيف الطماطم على أنها خضروات. حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1893 في قضية نيكس ضد هيدين بأن الطماطم تعتبر خضروات، وعلى الرغم من الحقيقة النباتية بأنها فواكه، يقدم قاموس أكسفورد المختصر لعلم النباتات تعريفين للفاكهة: الثمار ذات المبيض الناضج للنباتات ومحتوياته، وبشكل أوسع يمتد المصطلح إلى المبيض الناضج والبذور مع أي بنية يتم دمجها معها. لتوضيح هذا التعريف دعونا نركز على فاكهة أكثر شيوعاً مثل التفاح. يعتبر علماء النبات نواة التفاح فاكهة لأنها عبارة عن مبيض ناضج يحتوي على بذور، وباستخدام التعريف الأكثر مرونة للفاكهة تعتبر التفاحة بأكملها بلبها وقشرها المحيط فاكهة. تشمل الخضروات جميع الأجزاء الصالحة للأكل من النبات غير الفاكهة بما في ذلك الجذور والدرنات والسيقان والأوراق. البطاطس والجزر والبصل هي أمثلة للخضروات الحقيقية. ولكن لماذا كان من المهم جدا تعريف الطماطم قانونيا على أنها خضروات؟ حسناً، في عام 1883 تم وضع التعريف لحماية مزارعي الخضروات المحليين من خلال فرض ضرائب على الخضروات المستوردة. في عام 1886 استورد المدعون نيكس بعض الطماطم من جزر الهند الغربية. فرض جامع ميناء نيويورك هايدي رسوماً على الطماطم التي اعتبرها خضروات. دفع المدعون الرسوم بموجب الاحتجاج ورفعوا دعوى قضائية ضد هايدن بحجة أن الطماطم هي فاكهة نباتية وبالتالي لا ينبغي فرض ضرائب عليها كخضروات. انتهت القضية في النهاية في المحكمة العليا. قرر القضاة أنه في حين أن الطماطم تناسب التعريف النباتي للفاكهة فإن المستهلكين يفكرون في الطماطم كخضروات، وهذه هي الطريقة التي ينبغي تعريفها قانوناً. أنت كمشاهد، أهل تعتمد التعريف النباتي للطماطم بأنها فاكهة أم تعتمد التعريف الدارج والقانوني كونها خضروات؟ إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع، وندعوكم للإطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات. في أمان الله.